بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. رساله القديس بولس الرسول الاولى الى اهل تسالونيكي. قلنا ان هذه الرساله 6 أصحاحات. تتميز رساله بولس الرسول الاولى الى اهل تسالونيكي بان كل اصحاح بيختموا بالحديث عن المجيء الثاني. كل اصحاح بيختموا بالحديث عن الايه؟ المجيء الثاني، ما عدا الاصحاح الكبير بيبتدي بالمجيء الثاني، وربما معظم الاصحاح عن ايه؟ عن المجيء الثاني. ماشي الكلام؟ علشان كده رساله تسالونيك الاولى والثانيه بنسميهم رسالتا المجيء الثاني. وده يوريكم ان الاباء الرسل كان ايه مشاعرهم في اول مشاعر بعد صعود المسيح، ان المسيح ايه؟ جاي قريبا، جاي قريبا. وعلشان كده قديس يوحنا لما ختم الكتاب المقدس، سوري العهد الجديد، ختموا بالايه اللي بتقول ايه؟ امين تعالى ايها الرب يسوع. ولما المسيحيين كانوا بيقابلوا بعض كانوا بيسلموا على بعض، ما كانوش يقولوا السلام، لا، عارف كان يقول ايه؟ ماران آتا. يعني ايه ماران آسى؟ بالعبري يعني الرب آتي. ماران آتا يعني الرب ايه؟ آتي. فكل ما واحد يقابل التاني يقول له ماران آتا يعني الرب ايه؟ آتي. وده يخلينا نبقى مستعدين وجاهزين لأي وقت إن المسيح يجي، سواء يجي لينا فقط أو يجي للكل. يجي لينا فقط بمعناها ايه؟ الموت. يجي للكل معناها المجيء الثاني او يوم القيامه، مش كده؟ هذه الرساله تبدا بعباره بولس وسلوانوس وتيميساوس. نقول مره تاني، بولس وسلوانوس وتيميساوس الى كنيسه التسالونيكيين في الله الاب والرب يسوع المسيح. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. هذه المقدمة بالضبط ما عدا كلمة واحدة تبقى هي نفسها مقدمة الرسالة التسالونيكي الثانية. يعني نفس البداية، نفس المقدمة بتاعت رسالة بولس الرسول إلى تسالونيكي الأولى هي المقدمة بتاعت تسالونيكي الثانية، ما عدا كلمة واحدة اتغيرت. إيه هي الكلمة الواحدة اللي اتغيرت؟ كلمة في الله الآب، والتانية تبقى في الله أبينا. الله الآب أو الله أبينا واحد، مش كده؟ يعني ما فيش فرق كتير. بولس وسلوانوس وتيميساوس، طب هو فعلا اللي كتبوا الرسالة 3 مسكوا الرسالة يقعدوا يكتبوا فيها؟ لا طبعا. أمال إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن ماري بولس الرسول بيكتب الرسالة لكن معاه 2 بيخدموا، رسل زيه، خدام زيه، فعمل ايه؟ فيشركهم معاه. وكأن الرسالة مش طالعة من عنده هو، مش إرشاد الروح القدس ليه هو لوحده، لا، كأن الرسالة جاية من هما التلاتة. ودي الروح أسميها ايه؟ روح الفريق. يعني روح الفريق؟ يعني العمل الجماعي، الروح الجماعة اللي يتميز به ماري بولس الرسول. من أروع الأشخاص اللي يعرفوا يشتغلوا بروح الفريق هو مين؟ ماري بولس الرسول. مفيش زي. مشكلتنا احنا كلنا، انا مش بتكلم عليكم انتوا، لا، انا علينا احنا الأسس. مشكلتنا نحن الأسس والقادة والأساقفة والخدام الكبار، اننا ما نعرفش نشتغل بروح الفريق قوي. يعني ايه؟ يعني انا اشتغل وابقى اشتغل كويس خالص وبحب كل الناس وبتاع ربنا وعارف ربنا برضه، لكن لما يجي واحد يشتغل معايا ابقى مش مرتاح. ليه؟ ما تشتغلوا مع بعض، ما يبقى فيه روح الفريق ونشتغل سوا. مش قوي. طب ليه مش قوي؟ مش قوي
دي حاجة من اتنين. الحاجة الأولانية هي برضو روح الكبرياء. يعني روح الكبرياء؟ مش هو كبرياء ان انا بتكبر، لا، هو ان انا اصلي اي اتنين يشتغلوا مع بعض عمر ما يكون مخ ده زي مخ ده بالظبط، او طريقة ده زي طريقة ده بالضبط. مش ممكن، مفيش اتنين زي بعض بالضبط. يبقى بيقوا اتنين اخوات وتربوا في بيت واحد وربوهم اب واحد وام واحدة وعاشوا مع بعض، كلوا وشربوا وعاشوا كده، ويطلع كل واحد ليه طريقة غير التاني. فما بال لما نكون ما تربناش مع بعض، انا تربيت في حتة وهو تربى في حتة، اذا وانا لي اب وام هو لي اب وام اخرين، اذا لابد ان في بعض الفروق الفردية. طب ما نعرف نعيش، نعرف نخدم مع بعض ازاي؟ دي بقى عايزة تواضع. يعني عايزة تواضع؟ تواضع عقلي. يعني ايه تواضع عقلي؟ يعني لازم انا اظبط مخي. انا بقول لكم كده علشان لما تخدموا حتى في مدارس الاحد، ليه احيانا الخدام يبقى بينهم لعبكة؟ الخدمة في الكنيسة دي بينها والكنيسة دي لعبكة. الامين لما يبقوا اتنين كبار في الخدمة يبقوا بينهم لعبكة، لما اتنين يخدموا فصل واحد بينهم لا. ليه ده كله؟ علشان كل واحد ما زبطش مخه. يعني ايه ما زبطش مخه؟ يعني انا لازم اظبط مخي واقول انا بدم معايا قسيس تاني يبقى الدنيا تمشي مقسومه نصين. يعني ايه مقسومه نصين؟ يعني التعليم اللي نقول، النظام اللي نعمله يبقى نظام مشترك. طب عشان نعمل نظام مشترك يبقى جزء منه من طريقتي انا، وجزء منه من طريقه ايه؟ من طريقه ابونا التاني. على فكره كده كمان في البيوت، يعني المشكله بين الراجل ومراته ايه؟ ان ده ماشي بمخه وده ماشي بمخ الراجل، عايز كلمته تمشي والست تقول هو مش فاهم اصل البيت، البيت ده انا اللي فاهمه، هو مش فاهم العيال، ده العيال دول انا اللي فاهمه، وهكذا. لازم كل واحد مننا يظبط دماغه ان اي حاجه في البيت هتمشي، هتمشي مش بمخي، لا، هتمشي بوسط بين مخي ومخها. خدتوا بالكم؟ الكنيسة تمشي وسط بين مخ أبونا فلان وأبونا فلان وأبونا فلان ومخ المطران كمان، أو مخ الأسقف كمان. خدتوا بالكم؟ إذا مفيش واحد يجبر الآخرين إن هم يمشوا وراه يطوعوه. علشان كده هنا بولس وسلوانس وتيميساوس، ده روح الفريق. يعني أنا إذا كنت بكتب الرسالة، الرسالة ليست مرسلة مني ولكن مرسلة مننا احنا الثلاثة. بولس الرسول لما يشركهم كده ويحطهم جنبه في كل موقف، يبقى إيه؟ برضه هما يبتدوا يحطوه هو في كل حاجة، وبهذا الشكل تبقى في روح الفريق ونشتغل مع بعض من غير ما نخبل. إلى كنيسة التسالونيكيين. فالله الآب والرب يسوع المسيح، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. على فكرة الخاتمة متاخدة حتة من دي اللي هي إيه؟ نعمة ربنا يسوع المسيح تكون معك. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم آمين. دي آخر الرسالة، متاخدة برضو زي الإيه؟ زي الإيه؟ ولاحظوا ان نعمة ربنا يسوع المسيح معكم دي اللي بنختم بيها احنا ايه؟ رسالة البولس. يعني الشماس لما بيقرأ رسالة البولس في الاخر يختم ويقول ايه؟ نعمة ربنا يسوع المسيح تكون معكم يا ابائي واخوتي. النقطة الاولى دي المقدمة. النقطة الاولى ان ماري بولس الرسول بيشكر ربنا من اجل اهل تسالونيكي. ازاي ان اهل تسالونيكي دول ناس كويسين وناس مش بيناكفوا معاه، ما ناكفوش معاه. يعني ايه؟ بلاد كتيره كانت بتناكف مع بولس الرسول ويناقشوه ويقولوا ان يتهموا ان بولس الرسول، يقولوا ده مش رسول. ليه ده مش رسول؟ لانه ده بعد صعود المسيح، يبقى رسول ازاي؟ وكل الرسل معناها كانوا عايشين مع المسيح، ده ما كانش عايش مع المسيح، ده لغايه ما صعد المسيح ما كانش معاه، إذا هو مش من الرسل. لا، لا،
لكن ده الوحيد الحقيقة اللي ظهر له المسيح وقال له تعالى أنا هضمك للإيه؟ للرسل. صحيح، خد يمين الشركة من المعتبرين أعمدة علشان تبقى رسول معاهم، وبقي رسول معاهم. على فكرة أنا عايز أفكركم بعدد الرسل، كان في 12 رسول مش كده؟ ايه 12 ولا ايه اسمهم 12 ايه رسول، ما نقولش التلاميذ، نقول ايه 12 رسول. ضع منهم واحد، لما ضع منهم يهوذا جابوا واحد بدل، جابوه منين؟ من السبعين. كان في 70 رسول تاني، فراحوا خدوا واحد من السبعين، يعني خدوا 2 من السبعين عملوا بينهم قرعه، فطلعت القرعه على مين؟ على متياس، فحسب مع الاثنار. شايف التعبير؟ فحسب على طول، حسب يعني ايه؟ يعني ما بدا، ما عملولهوش رسامه، ما اترسمش تاني. ليه؟ لان هو كان رسول من السبعين وحطوه مع ايه؟ مع الاثناشر، هنا رسول وهنا رسول. ماشي الكلام؟ طيب السبعين نقصوا مش كده؟ عايزين السبعين نكملهم، راح ربنا قال لهم بس استنى انا اكملهم السبعين، فكمل السبعين بان جاب لهم مين؟ بولس الرسول. فهمتوا؟ يعني زي ما المسيح عمل 12 ثم 70، قعدوا لغايه دلوقتي 12 ثم ايه؟ ثم 70. نشكر الله كل حين من جهه جميعكم. طبعا دي بدايه الرسول، نشكر بدايه الرساله، نشكر الله كل حين. وكلمه نشكر الله كل حين دي احنا واخدين منها برضو كل حاجه بنبتديها بالشكر. يعني القداس يبدا بصلاه الشكر مش كده؟ سر المعموديه يبدا بصلاه الشكر، اي سر يبدا بصلاه الشكر، الرساله بدا بايه؟ بالشكر. وكلمه نشكر الله كل حين زي ايه؟ فلنشكر الله، فلنشكر ايه؟ على كل حال ومن قبل كل حال وفي كل حال. فهمتوا؟ كل حين دي مش كده؟ اذا نفس التعبير هو هو. نشكر الله كل حين من جهه جميعكم، ذاكرين اياكم في صلواتنا. يعني ايه ذاكرين اياكم في صلواتنا؟ هذه اسمها الشفاعه، بس شفاعه الاحياء في الاحياء. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا 3 انواع من الشفاعه. شفاعه الاحياء في الاحياء، يعني ناس يصلوا من اجل ناس. ماري بولس الرسول يصلي من اجل الشعب. ذاكرين اياكم في صلواتنا. ماشي الكلام؟ هو بيقول اني انا وسلوانس وتيميساوس بنصلي من اجله. طب دي شفاعه الاحياء في الايه؟ في الاحياء. في شفاعه الاحياء في الراقدين، دي بنسميها اسم، اللي هي الصلاه على الراقدين. الصلاه على الراقدين، لما حد يموت نروح نصلي عليه، يعني نتشفع لله ان يغفر له خطاياه. ودي برضو موجودة مثلا في المجمع، يعني في القداس لما بنقول المجمع بنذكر الراقدين بس القديسين وناخد بركتهم، فنحن نصلي من أجلهم وهم يصلون من أجلنا. دي شفاعة الراقدين في الايه؟ في الأحياء. خدتوا بالكم؟ شفاعة الراقدين في الأحياء أو المنتقلين في الأحياء. 3 أنواع من الشفاعة. واضح الكلام؟ ما دمنا لما البروستانتي يقول احنا مش بنؤمن بالشفاعة، اروح اقول له خد بالك المشكلة بيني وبينك مش الشفاعة. يقول لي ليه؟ اقول له لانك انت بتصلي من قبل الناس وبتقول للناس صلي لي، اذا انت تؤمن ان صلاة واحد تفيد واحد، اللي هي شفاعة الاحياء في الاحياء. فانتم تؤمنون بالشفاعة لكن مش دريانين، مش واخدين بالكم. واخدين بالكم؟ طيب امال مشكلتنا ايه؟ مشكلتنا انكم انتوا مش فاهمين ان الميتين اللي هم بينتقلوا، انتوا متصورين ان الميتين دول خلاص اتمحوا، لكن احنا حاضر في ذهننا، في ذهننا ان اللي بيموتوا خاصه القديسين اللي بيموتوا بينتقلوا، مش اتمحوا، لا ده انتقلوا من مكان الى مكان
الى الفردوس. ولما يبقوا في الفردوس هيتكلموا مع ربنا ولا ما يتكلموش؟ يتكلموا. ولما يتكلموا مع ربنا يبقى بيصلوا ولا ما اسمهاش صلاه؟ دي اسمها صلاه. طيب ولما يكونوا دول حبايبنا وبيحبونا يصلوا من اجلنا زي ما احنا على الارض، لما انا بحبك بصلي من اجلك وانت لما تحبني تصلي من اجلي. فانت مشكلتك انك انت مش عارف ان الراقدين احياء، مش عارف ان الراقدين ايه؟ احياء. لازم تفهم ان الراقدين احياء. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه تفهم ان الراقدين ايضا واخدين بالك بيحبونا، وبدام بيحبونا هيصلوا من اجلنا. نشكر الله كل حين من جهه جميعكم ذاكرين اياكم في صلواتنا، متذكرين بلا انقطاع عمل. خد بالك بقى الثلاث كلمات دول عايزك تطلع منهم جمله مهمه: عمل ايمانكم، تعب محبتكم، صبر رجاءكم. دي الايه اللي بتقول ايه؟ الايمان وايه؟ والرجاء والايه؟ والمحبه. ايه ده؟ ايه مش ايه؟ في كورنثوس الاولى 13 ايه نسيته؟ بصوا كده كويس. الايمان والرجاء والمحبه، بس هنا شرحها. هنشوف عمل ايمانكم. ادي الايمان بس ايه؟ بس الايمان ليه ايه؟ عمل. طيب وتعب محبتكم، ادي المحبه بس محبه ايه؟ عامله. عامله ليها تعب، بتتعب من اجلنا، يتعب من اجلنا. وصبر رجاءكم، يعني انتم عندكم رجاء والرجاء ده مملوء صبر. يبقى ايمان ورجاء ومحبه، ولكن اعظمهم الايه؟ المحبه. دي كورنثوس الاولى ايه؟ 13. بس هنا شرح ان الايمان لازم ما يكونش ايمان نظري، لازم يكون ايمان ايه؟ عملي. علشان كده يقول عمل ايمانكم، لان الايمان بس يبقى ايمان شياطين، لان الشياطين ايه؟ كملوا يؤمنون ويقشعرون. يعني ايه يقشعرون؟ يعني يسكسوا كل ورا، يعني بيؤمن لكن بدل ما يؤمن ويعمل بالايمان اللي هو مؤمن بيه، بيطاوع الايمان ويعمل ويثمر الايمان بتاعه اعمال صالحه، بدل ما يثمر لا هو بيتققر الى الوراء، علشان كده يقشعرون. طيب لكن هنا ايمان عامل. طيب عمل ايمانكم وتعب محبتكم، برضو المحبه. هل المحبه من الممكن اقول لك انا بحبك؟ طب وانت عايز محتاج خدمه وانا مش بخدمها لك؟ لا 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 يا عم، انا صحتي على قدي، انا ما اقدرش اعمل لك حاجه. طيب لكن احنا عايزين محبه ايه؟ محبه عمليه، محبه مثمره، محبه فيها اتعب من اجلك. علشان كده تعب محبتك. وصبر رجاءكم، يعني انا ليا رجاء في الابديه. طيب ليا رجاء في الابديه، علشان كده بؤمن ماشي، وعلشان كده بجاهد ماشي. يبقى عندك رجاء لانك مامن في الابديه. بس هذا الرجاء لابد ان تصبر الى المنتهى، لان في واحد يبقى عنده رجاء لكن ما يستناش لغايه الاخر. عشان كده يقول ايه؟ الذي يصبر الى المنتهى فهذا ايه؟ يخلص. يبقى الرجاء بتاعي ان انا عندي رجاء ان ادخل السماء، رجاء ان انا ارضي ربنا، لازم يستمر مده طويله الى اخر يوم في عمري. ربنا يسوع المسيح امام الله وابينا، امام الله وابينا. شايف هنا الوالد ايه؟ دول مش اتنين، امام الله وابينا. يعني ايه امام الله وابينا؟ يعني الله، لكنه هذا الاله اب لينا، هو الله وهو اب لينا. زي لما اجي اقول اني ابونا او كاهن ومدرس في الاكليريكي، مش كده؟ كاهن ومعلم واحد، يبقى كاهن ومعلم، مع انه هو واحد بس مش اكتر من واحد، لكن ليه عملين، ليه صفتين. يبقى امام الله وابينا. عالمين ايها الاخوه المحبوبون من الله اختياركم، يعني لازم تعرفوا انكم انتم مختارين. هو في يا رب ناس مختارين وناس مش مختارين؟ هو في ناس مختارين؟ في ناس مختارين. طيب ايه الفرق بين كلمه مختارين
اللي مزعل الناس ومختارين لما نفهمها صح. انا اوريكم في ناس تؤمن بالاختيار بطريقه غلط، يعني دول دخلوا السماء ليه؟ عشان ربنا اختارهم، ويستخدموا بعض الايات. في ايه مثلا تقول ايه؟ من البدء احببت يعقوب وابغضت مين؟ عيسو، مش كده؟ يعني اختار يعقوب ورفض مين؟ عيسو. فيقول من البدء قبل ان يعمل شيئا، يعني قبل ما يعمله، قبل ما يعقوب يعمل غلط او صح، وقبل ما عيسو يعمل غلط او صح، خدت بالك؟ فاحببت يعقوب وابغضت عيسو. يبقى انت يا رب كده على كيفك، بتحب ناس وتبغض ناس بكيفك كده بطريقه. لا، من ايه؟ انا بحب وابغض على اساس معرفه السابقه. يعني انتم مختارين لملكوت السماوات، مش علشان ربنا بيحبكم اكتر من غيركم، لا، علشان ربنا لما احب العالم كله، يقول هكذا احب الله العالم كله حتى بذل ابنه الوحيد. اذا ربنا احب العالم كله، المسيح صلب من اجل العالم كله، لكن بعد كده انت هتعمل ايه؟ هتؤمن بمحبة ربنا وهتتجاوب مع محبة ربنا وهتطاوع محبة ربنا وهتطاوع وصايا ربنا؟ يبقى انت اللي خليت نفسك من المختارين. طيب اذا ربنا عارف، بس الفرق بين ربنا وبين البشر ان انا ما اعرفكش الا لما تعمل. يعني انت لو عملت عمل صالح اعرف ان انت كويس، لكن ما اعرفش بعد كده هتعمل ايه، خدتوا بالكم؟ لكن ربنا عارف يعقوب من قبل ما يتخلق هيعمل ايه، هيعمل كويس ولا هيعمل وحش. عارف يهوذا من قبل ما يتخلق هيعمل كويس ولا هيعمل وحش. عارف بطرس الرسول من قبل ما يتخلق هيتوب ولا مش هيتوب. طيب يبقى بدام انت اللي عارف يا رب ان ده هيعمل وحش، يبقى انت السبب اللي خليته وحش. لا 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 لا، ده انا سايب يهوذا بحريته، ده مش بس سايبه بحريته، ده انا انذرته وقلت له خد بالك انت هتعمل عمل وحش ما تعملهوش، خد بالك اللي هيعمل كده خير له لو لم يولد، وانذرته. لكن عارف ان اللي هيهمه الانذار، ولا يهمه ان اسمع كلامي، ولا هيهمه حاجه، وهيمشي ويسلمني ويبيعني. فانا عارف من الاول ان هو ايه. طب ليه يا رب ما خليته من التلاميذ بتوعك؟ ليه خليته من ضمن الاثني عشر؟ لان انا بدي كل واحد فرصته. هو حلو بدي له فرصته، هو وحش بدي له فرصته. فانا عارفه انه وحش كويس، لكن تعالى وخليك في احسن مكان، انا دي اعطيت لك فرصتك، علشان لما تغلط بمزاجك وتعمل غلط كبير بمزاجك تبقى انت بلا عذر. خدتوا بالكم؟ الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. فالمسيح يعرف كل واحد ويختار كل واحد ويقول من البطن انا اخترتك. طب من البطن، طب انت يا ربي ما انا لما كنت في البطن ما كانش باين، ما كنتش كويس ولا كنت وحش. ما كنتش لا كويس ولا وحش، لكن انا عارفك لما هتطلع من البطن وهتعيش في الارض بحريتك هتمشي صح ولا هتمشي غلط، ولما هتغلط هتتوب ولا هتستمر بلا توبه. انا عارف، وبناء على هذه المعرفه انا بختارك انك تبقى قسيس، او بختارك انك تبقى للملكوت، او بختارك انك تبقى ايه، انك تبقى لمهنم. ليه؟ لان انا عارفك انك بارادتك وبحريتك هتمشي في الشر وفي الغلط، ولذلك انا رفضتك من البطن. خدتوا بالكم؟ إن إنجيلنا لم يصل لكم بالكلام فقط. إنجيلنا يعني كرازتنا، يعني تبشيرنا، لم يصل إليكم بالكلام فقط بل بالقوة أيضا. يعني إيه؟
يعني الإنجيل الكرازة يقدم ماري بولس الرسول بيقدم الكرازة جواها مملوءة بقوة عمل الروح القدس فيه. كرازة مليانة قوة، الروح القدس يعطي قوة من ثمار الروح القدس، هذه القوة اللي بيديها للإنسان علشان يخدمه. يعني لم يصل لكم بالكلام، يعني الإنجيل مش مجرد كلام، لكن الإنجيل فيه وصايا، وهذه الوصايا مملوءة قوة، التي الذي يطيعها يأخذ قوة، وبالروح القدس ويقين شديد. كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم. ماري بولس الرسول شخصيته شخصية قوية. شوف يقول، شايف التعبيرات، كما تعرفون، يعني أنتم عارفين، أي رجال كنا بينكم، يعني احنا كنا بينكم، ولكن كنا رجال أقوياء، كنا رجال بنقدم كرازة المسيح بقوة، كنا رجال نقدم صورة المسيح بقوة. أي رجال كنا بينكم من أجلكم، كنا رجال لا نعتمد، نتعب ونأكل من أنفسنا. يعني بولس الرسول ما كانش بياخد فلوس من الناس علشان يأكل بيها، كان بيعمل بيديه ويأكل، كانت صنعته إيه؟ خيام، يصنع الخيام ويبيعها ويأكل منها، لكن كان بيلم فلوس لمين؟ للفقراء، مش لنفسه، للفقراء. صحيح معظمها لفقراء أورشليم. وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب. صعبة الآية دي، عايزكم كده تبصوا فيها وحد يقول لي إيه الصعوبة اللي فيها. وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب. إيه ازاي يا بولس الرسول تحط نفسك قبل ربنا؟ ازاي تقول انك انت والرسل قبل ربنا؟ مفروض تقول بالرب وبنا، صرتم متمثلين بالرب وبنا. احنا موافقين ان نبقى متمثلين بيك، لكن بالرب في الاول، لازم تحط ربنا في الاول. لا، ليه بقى بنا وبالرب؟ شوف اوريكم، هوريكم صورتين من العهد الجديد ومن العهد القديم، تورينا القصة دي ازاي. في العهد الجديد يقول ايه عن ربنا؟ ان عن المسيح شبه نفسه بالراعي. يقول ايه؟ ان الراعي يسير والخراف تتبعه. خدتوا بالكم؟ يعني لما بتشوفوا صورة للمسيح الراعي، عايزكم تبصوا فيها كويس وتشوفوها، لان في صور غلط وفي صور صح. في صور المسيح ماشي والخراف وراه، والخراف تتبعه. خدتوا بالكم؟ يبقى هو يمشي والخراف ايه؟ دي صوره صح. وفي صوره الخراف ماشيين والمسيح ماسك العصايا ايه؟ وراه. دي غلط. ليه؟ لان الكتاب المقدس اولا قال كده، ان هو يمشي والخراف ايه؟ تتبعه. طب ايه الفرق؟ هوري لك الفرق. الخراف تتبعه، يعني احنا ماشيين وراه بكيفنا، بمزاجنا، بارادتنا، بحريتنا. لكن لما يبقى راعي ماسك العصايا والخراف قدامه، الخروف يحود كده، يروح عامل له كده، اتلغت ايه؟ حرية الارادة. بقى الخروف كل ما الخروف يجي يمشي بعيد ما يسيبوش. لا، ربنا مش كده. ربنا راعي يد، والخراف مش حيوانات. الخراف اللي قدامه خراف ايه؟ آدمية، خراف عاقلة، لازم تمشي ورا المسيح بإرادتها. لأن لو أنا مشيتك غصب عنك في الصح، تبقى أنت ما عملتش صح. خدتوا بالكم؟ لما تعمل الصح بالعافية يبقى مش صح، وما تستحقش ملكوت السماوات. ولما تعمل الغلط بالعافية تبقى برضو أنت مش شرير وما تستحقش جهنم. لكن أنت تستحق السماء لما تعمل الصح بإرادتك، أو تعمل الغلط بإرادتك. طيب، ومن هنا
والخراف ايه تتبع. طيب نكمل الصوره بالعهد القديم. في سفر نشيد الاناشيد يقول ايه؟ يقول: ان لم تعرفي ايتها الجميله بين النساء فاخرجي على اثار الغنم. يعني ايه؟ يعني المسيح ماشي والغنم ايه ماشيين ورا. طيب وانت النفس البشريه تمشي على اثار مين؟ مش على اثار المسيح، على اثار ايه؟ الغنم. ليه؟ لان الصف الاول دول الاباء الرسل. يعني المسيح ماشي ورا غنم، غنم رعيته. انت مش اول واحد في الدنيا وانا مش اول واحد في الدنيا. غرور ان انا احس نفسي ان انا اول واحد في الدنيا، لكن الصح ايه؟ ان المسيح دعا اول ناس مين؟ الاباء الرسل، والاباء الرسل مشيوا وراه. وبعدين وهم ماشيين وراه فيه قديسين ماشيين وراه وقديسين ماشيين وراه وقديسين ماشيين وراه، وانا في الصف الاخير او في صف من الصفوف في هذه الرعيه. علشان كده انا فيما بيننا اسير وراء الغنم. شايف المسيح نفسه اللي قال ان لم تعرفي، ده العريس بيكلم العروس اللي هي النفس البشريه، ان لم تعرفي ايتها الجميله بين النساء فاخرجي مش على اثاري. ده المسيح لما سالته النفس البشريه اللي هي العروس، سالته قالت له ايه؟ اين ترعى؟ اين تربض عند الظهيره؟ لماذا اكون انا كمقنعه بين قطعان اصحابك؟ قالت له اين ترعى؟ لما حب يوري لها السكه، لما حب يوري لها الطريق، مع ان المسيح هو الطريق، لكن قال لها ايه؟ ان لم تعرفي ايتها الجميله بين النساء، ما هو الطريق؟ اخرجي على اثار الغنم. اخرجي على اثار ماري بولس الرسول، وماري بطرس الرسول، وماري مرقس الرسول، وماري متى الانجيلي، وماري يوحنا الحبيب. اخرجي على اثار ماري جرجس، واثار القديسه دميانا، وهكذا على اثار الغنم الذين سبقونا. ومن هنا ندرك لماذا قيل وانتم متمثلين ايه بما، يعني بالرسل وبالرب. يعني لما تمشوا ورانا تلقوا نفسكم ماشيين ورا مين؟ ورا الرب. لما تمشي على اثار الغنم تلقى نفسك مشيت ورا ربنا، ورا الراعي الصالح اللي هو يخرج والخراف ايه؟ وانتم صرتم متمثلين بنا وبالرب. اذ قبلتم الكلمه في ضيق كثير بفرح بفرح الروح القدس. طيب وبعد كده بدأ يقول ايه؟ حتى صرتم قدوة، يعني انتم مشيتوا ورانا لغاية ما انتم لقيتوا ايه؟ قدوة للناس. يعني مشيتوا ورا الرسل لغاية ما بقيتوا انتم قدوة والناس تمشي ايه؟ وراكم. صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مقدونية وأخائية، وأذيعت كلمة الرب في كل مكان بواسطتكم، وحتى ليس لنا وزاع إيمانكم بالله حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئا. يعني الناس سمعت سيرتكم، والناس سمعت سمعتكم، والناس سمعت الإيمان بتاعكم والحياة الكويسة بتاعتكم، وبقيت بيقتدوا بيكم. وده تشجيع من ماري بولس الرسول لأهل تسالونيكي انكم انتوا كويسين وبقيتوا قدوه، والناس سمعت بقداستكم وسمعت بحياتكم المباركه فبقوا يمشوا وراكم. رائع ماري بولس الرسول لانه يفتح نفس الناس اللي تشتغل معاه، يشجع الناس اللي تشتغل معاه، ويشجع الناس اللي بيخدمكم. خدوا بالكم بينه وبينكم، يعني احنا المصريين فينا هذا العيب اللي هو عيب ايه؟ اننا ما عندناش التشجيع قوي، عندنا النقد دايما. اتمنى ان شخصياتنا تتغير ويبقى فيها التشجيع. فكري دايما وانت بتخدمي وانت بتتعاملي مع الاصغر منك انك تشجعيه، سواء اولادكم وبناتكم في اللي هم اولاد وبنات بالجسد،
أو أولادكم وبناتكم اللي في مدارس الأحد أو أي حد صغير، لازم تشجعوا صغار النفوس. كل ما تشجعوهم وتبسطوهم وتفرحوهم يتشجعوا يعملوا أفضل وأفضل وأفضل ويتقدموا. يعني انتوا فاكرين ان ماري بولس وهو عمال يمدح اهل تسالونيكي، كل اهل تسالونيكي دول كويسين تمام، ما فهمش غلط، ما فهمش عيب، معقول؟ لا، مليانين عيوب وكل حاجه. ولو كانوا تحت يدنا كنت قلت ده انت عيبك كذا وانت عيبك كذا وانت عيبك كذا وبيه، وكنت ما شجعتهمش. ليه؟ لان انا شخصيتي وحشه. لكن ماري بولس الرسول القائد العظيم شخصيته الرائعة يشجع ده ويشجع ده ويشجع ده ويشجع ده. المسيح كان طريقته ايه؟ كده برضو، مش كده؟ أوريلكم ازاي. أما دامك أحد الزانية اللي أمسكت في ذات الفعل، مش كده؟ الناس عايزين يرجموها، دفع عنها. طب يا رب بعد ما دفعت عنها امسكها كده وضبها. أنا يا ربي كنت يعني أدافع عنها عشان ما حدش يموتها، لكن بعد كده اقول لها شوفي انا انقذتك من الناس، لكن لازم تمشي كويس من النهارده، اياك اسمع عنك حاجه تانية وحشه. توضب، مش كده؟ لكن المسيح ايه؟ انا دامت احد اذهبي بسلام وانا ايضا ديانا. المسيح ديان المسكونه كلها. لما جاء الى الارض لم يدم احدا ولم يدم الزانيه، بل شجعها وقال لها اذهبي بسلام. طيب وبرضو السامري كان ليها 5 أزواج والذي معها الآن ليس ايه؟ ليس لها. طب وبعد كده يا رب كلمها وخلها تبقى خادمة وتذهب تجيب السامرة كلها تمشي ورا المسيح. السامرة دي خدوا بالكم دخلوها الآباء الرسل معرفوش يجيبوها، راح المسيح نفسه الى السامره قالوا له لا مش عايزينك. ليه؟ لان وجهه كان متجها الى اورشليم، فقالوا له مش عايزينك. طب وبعد كده السامره جابتهم وخلتهم يجوا ورا المسيح. الاصحاح قرب يخلص، مش كده؟ لما قرب يخلص يبقى الخاتمه ايه؟ عن ايه؟ المجيء الثاني. مش احنا اتفقنا ان كل اصحاح ينتهي بالمجيء الثاني؟ طيب يقول ايه بقى؟ لانهم هم يخبرون عنا اي دخول كان لنا اليكم. ده كده لسه قبل كلمه المجيء الثاني. اي دخول كان لنا اليكم، يعني ماري بولس الرسول شخص واثق من نفسه، حط الجمله دي يقول ايه؟ كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم. حاسس بنفسه إن هو فعلا كان رجل عظيم وسط هؤلاء الناس. وهنا يقول إيه؟ يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم. طيب وكيف رجعتم؟ هذا المجيء الثاني. وكيف رجعتم إلى الله؟ إيه كلمة كيف رجعتم إلى الله؟ خدوا بالكم يعني إيه رجعتم إلى الله؟ كان مفروض أن يقول وكيف أتيتم إلى الله؟ لأن دول كانوا بعاد عن ربنا وكرز بينهم وبقيوا مع ربنا، مش كده؟ لكن قال كيف رجعتم؟ لأننا نحن كلنا أصلاً كنا نفخة في فم الله القدوس. يعني كيف جاء الإنسان من البداية؟ كيف جاء؟ كان نفخ من الله القدوس. فأصلنا احنا ثابتين في الله، ده مكاننا الأصلي. وحينما نبتعد عن ربنا يبقى خرجنا عن مكاننا الأصلي، وحينما نتوب نرجع إلى مكاننا الأصلي. يبقى إيه؟ رجعتم إلى الله من الأوثان. يعني لما كنتم أنتم بتعبدوا أوثان، الأوثان دي مش مكانكم. هو الأوثان خلقتكم؟ لا، أنتم خرجتم كنفخة إلهية من الله، مكانكم أن ترجعوا إلى الله. وعلشان كده رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي
وإيه؟ وتنتظروا ابنه من السماء. لما جه ايه؟ الثاني الذي اقامه من الاموات. يعني انتوا عارفين ان المسيح قام من الاموات، قام بقوة الآب. طيب الذي اقام يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. الغضب الآتي اللي هو الدينونة، اللي هو جهنم. المسيح سيأتي من السماء علشان الذين في المسيح يعملوا ايه؟ كلنا نصعد اليه. يقول كده ونحن الاحياء على الارض نتغير في لحظة في طرفة عين ونلتقي مع المسيح في الهواء اللي هو في السماء. خدتوا بالكم؟ اذا المجيء الثاني ان المسيح مش هيجي على الارض، المجيء الثاني المسيح هيجي فين؟ في الهواء، في السماء، بمعنى السماء دي اللي هي الهواء. خدتوا بالكم؟ ونحن يقوم الراقدين اللي رقدوا يقوموا، والذي يقوم الراقدين ونحن الذين على الارض نتغير في لحظه في طرفه عين ونلتقي مع المسيح في السماء. هذا هو المجيء الثاني بختام الاصحاح الاول. لانكم انتم ايها الاخوه، الاصحاح الثاني برضو نهايته هتبقى ايه؟ المجيء الثاني. هذا الاصحاح اول حاجه هنقابلها فيه سبع صفات لأبناء الله، سبع صفات إيجابية سلبية وسبع صفات إيجابية أو تسعة إيجابية، يعني حوالي كم؟ 16 صفة هيوصفهم لأبناء الله. شوف يقول إيه؟ لأنكم أنتم أيها الإخوة تعلمون دخولنا إليكم أنه لم يكن باطلا، بل بعدما تألمنا قبلا وبغي علينا كما تعلمون في فيلبي كاهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير. نفهم الحتة دي. تعلمون إن احنا تألمنا، إن ماري بولس الرسول تألم. تألمت منين يا بولس الرسول؟ يقول قبلا. ليه؟ بغي علينا. يعني بغي علينا؟ يعني افتري علينا، اتهمونا اتهامات مش كويسه. اتهموا بولس الرسول انه مش رسول، عشان قلت لكم ابتدي في المقدمه، اتهموه انه هو مش رسول، اتهموه انه هو واحد جاي كده يدخل خلصة الى الخدمه. لكن بولس الرسول دعي من المسيح شخصيا وقابله فمن وكلمه فمن لاذن وقابله وجها لوجه وقال له أنت إناء مختار ليا، وقال له إن هو يذهب ويكرز للناس في الأمم. علشان كده كان ده من البغاء، من الاتهامات الخاطئة، على بغية علينا، يعني اتهمنا اتهامات باطلة إننا إحنا ناس مش رسل. طيب في فيلبي، يعني الناس بتوع فيلبي هم اللي اتهموه اتهامات باطلة وحاربوا رسوليته. جاهرنا في إلهنا، يعني ايه؟ يعني رغم الخلافات رغم ان هم بيتهموا اتهامات، لكن انا ماري بولس عمل ايه؟ استمر في الخدمة. جاهرنا، يتكلم جهارا، يتكلم بصوت عالي امام كل الناس. جاهرنا في إلهنا، يعني اتكلمنا عن المسيح كإله بالصوت العالي. ان نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير. يعني قعدنا نكرز بإنجيل الله في ايه؟ في جهاد. يعني ايه في جهاد؟ يعني ناس يتهموني استحملهم. السفر عمال اسافر واتعب واروح لدول واروح لدول واروح. جهاد كثير. جهاد ايجابي وجهاد سلبي. جهاد ايجابي في الخدمة وجهاد سلبي في الاتهام في احتمال الاتهامات الباطلة الموجهة إليها. لأن وعظنا، يعني ماري بولس الرسول بيعمل ايه؟ بيوعظ. يعلم. ليس سبع صفات سلبية. بيوصف الوعظ بتاعه، بيوصف الخدمة بتاعته، بيوصف التعليم بتاعه بسبع صفات وتسعة. سبعة يقول مش كذا ومش كذا ومش كذا ومش كذا، لكنه كذا وكذا وكذا. يعني ايه الصفات اللي مش موجودة في التعليم بتاعنا او في الوعظ بتاعنا، والصفات اللي موجودة في التعليم بتاعنا. وعظنا ليس عن ضلال،
دي نمرة واحد، يعني أنا مش بضلل للناس، ولا عن دنس ولا بمكر، ما بستخدمش اللؤم والمكر في الخدمة، بل كما استحسننا من الله، يعني ربنا هو اللي استحسننا وإيه واختاري أن نؤتمن على الإنجيل، هكذا نتكلم، يعني المسيح هو اللي اتمني على الإنجيل. طيب. لا كأننا مرضى الناس بل الله، دي نمرة أربعة، يعني الوعظ بتاعي مش بحاول أرض الناس، لا برضه مين؟ ربنا. مش بقول اللي يبسط الناس، لا بقول اللي يبسط ربنا. التعليم لازم يبقى تعليم مستقيم، ما بقولش التعليم اللي يبسط الناس. على فكرة من ضمن الحتة دي ايه؟ لما اجي اعلم ترنيمة للناس ما رنمش الترنيمة الحلوة اللي بيحبوها الناس، لا، اشوف الترنيمة الصح اللي ما فيهاش اخطاء وهي اللي اعلمها للناس. لكن التعليم لك الترنيمة اللي بيحبوها الناس بيحبوها لان الموسيقى بتاعتها موسيقى راقصة شوية، ولا لان موسيقتها كده فريحي شوية، ولا حاجة زي كده، ولكن فيها تعليم غلط، فيها حاجات مش تمام. علشان كده لابد ان نفحص التعليم بتاعنا سواء في الوعظ او في التعليم، احنا مش بنراضي الناس. الذي يختبر قلوبنا، يعني ربنا هو اللي بيختبر القلب من جوه. نمرة خمسة، فإننا لم نكن قط في كلام تملق، يعني الصفة الخامسة إن أنا مش بتملق حد. طب والصفة السادسة، ولا في علة طمع، مفيش طمع، يعني أنا مش بطمع في فلوس الناس، الله شاهد، ربنا شايفني. ولا نمرة سبعة، ولا طلبنا مجدا من الناس، يعني أنا مش بدور على مدح الناس وإن الناس يمدحوني ومجدوني. طيب أمال إيه الحاجات دي؟ الوعظ بتاعك ما فيش في الحاجات دي. يا أولادي الذين أتمخض، عارفين يعني أتمخض؟ يعني من المخاض، يعني لسه جنين جوه بطني وبأتمخض بيهم إلى أن يتصور المسيح فيهم. خدوا بالكم يعني إيه، أصل الجنين في الأول ما بيبقاش شكل الإنسان، بيبقى بأشكال مختلفة، وكل شوية بيحصل له إيه؟ يتغير شكله، يتغير لغاية ما ياخد شكل الإنسان اللي هو أبوه أو أمه في الولادة، مش كده؟ طب وبعدين؟ فبيتمخض، بس هو بقى مش هو اللي هيولدهم يبقوا أولاده هو، لا، أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيهم، لأن أنا هولدكم كأبناء لله، مش كأبناء لينا كشخص. ادي المرضعة وادي التمخض علشان يتصور المسيح فيهم وهكذا. على فكرة بعد شوية، مش هو هنا وصف نفسه بانه ام مرضعة وتتمخض وتولد؟ تعالى كده شوفوا، بصوا كده في عدد 11 يقول ايه؟ كنا نعظ كل واحد منكم كأب لأولاده، يعني انا كنت ام وانا كنت ايه؟ اب، ونشجعكم ونشهدكم لكي تسلكوا كما يحق لله. هذا هو بولس الرسول في شخصيته. هكذا عدد 8، هكذا اذ كنا حانين اليكم كنا نرضى ان النمرة 3، يعني نمرة 1 مترفقين زي المرضعة، ونمرة 2 حانين اليكم الحنون، ونمرة 3 نعطيكم لا إنجيل الله فقط، يعني أنا مش بديكم الكرازة بس، بل أنفسنا أيضا لأنكم صرتم محبوبين. يعني أنا بعلمكم وببذل ذاتي من أجلكم، ببذل نفسي علشانكم، أنا بديكم التعليم وبديكم نفسي كمان من أجلكم. لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا لأنكم صرتم محبوبين إلينا. نمرة 4 يقول إيه؟ فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا، بيتعب ويكد، كل ده صفات الواعظ أو المعلم أو الخادم الإيجابية. إن كنا نكرز لكم بإنجيل الله نحن عاملون ليلا ونهارا
كي لا نثقل علي على احد منكم. هدي بقى ايه؟ بيشتغل بايديه علشان ما ايه؟ ما ياخدش فلوس من حد. انتم شهود والله كيف بطهارة، دي نمرة خمسة، وبر نمرة ستة، وبلا لوم كنا بينكم انتم المؤمنين. طيب عدد 13 شكر، نشكر الله بلا انقطاع، هي زي ايه اللي قلناها في البداية. نشكر الله كل حين، في عدد ستة، عدد اثنين، نشكر الله كل حين من جهة جميعكم. هنا نشكر الله بلا انقطاع زي كل حين، لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر. يعني التبشير والكرازة والخدمة وتعليم الإلهي، مش الكلمة الخبر دي سمعتوها مننا، لا، تسلمتموها. وده اللي يورينا ليه الكنيسة بتاعتنا كنيسة تقليدية. كل جيل يسلم الجيل اللي بعده. ليه؟ لأننا لما بنسلم مش بنسلم كلام، بنسلم كلام معمول. يعني إيه مثلا؟ سر الإفخارستية، لو أنا اتكلمت بس يبقى أنا عطيتك الفكرة اللي تدخل عقلك، لكن إزاي أسلمه؟ إن أنا أعمل القداس قدامك فتعرف يتعمل إزاي. خدتوا بالكم؟ يعني لما أجي أتكلم عن الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي، والخمر اللي أنا أعطي هو دمي، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم، ده تعليم يدخل إلى العقل. طب كويس، كفاية؟ لا، ده لازم يسلم تسليم. فيسلم إزاي؟ إن أنا أصلي قدامك القداس فتتعلم تصلي القداس إزاي. وهكذا ماري بولس الرسول، شوف يقول ايه، لأني تسلمت من الرب ما سلمتكم. شوف، لأني تسلمت من الرب ما سلمتكم. إن ربنا عمل ايه في الليلة اللي أسلم ذاته؟ أخذ خبزا على يديه وشكر وبارك وكسر وقال خذوا هذا هو جسدي. ده اللي هيسلمه. علشان كده التعليم بتاعنا مش تعليم بالعقل، لا، تعليم بالايه؟ بالتسليم. ايضا تسلمتم منا كلمة خبر من الله، قبلتموها، وانتم قبلتوا التسليم اللي انا سلمته لكم، لا ككلمة اناس. يعني التعليم اللي انا علمته لكم انتم مش خدتوه كأنه كلام بني ادم، لا، بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله. خد بالكم، كاف هنا مش كاف التشبيه، لا، ده باعتبارها كلمة الله. زي ايه؟ زي لما اجي اقول لكم ايه، وانا كمدرس العهد الجديد هعمل لكم امتحان كويس في العهد الجديد، يبقى انا بشبه نفسي بمدرس العهد الجديد؟ لا، يعني انا باعتباري مدرس العهد الجديد، انا ككاهن هصلي لكم قداس، يبقى انا بشبه نفسي بالكاهن؟ لا، يعني انا باعتباري كاهن. وعلشان كده وردت برضو كلمه ككاهن، وهنا وكان معناها باعتباري كاهن، ككلمه الله التي تعمل ايضا فيكم انتم المؤمنين. نعم يا اخت، حد كان رفع يده. الاول والثاني هما عباره عن مقدمه، يعني كل ده بيقدم يشرح موقفه او يشرح ان هو قد ايه كده وقد ايه كان فيه. لا، طب ليه؟ لا، ما خدي بالك، لا، نحن نتعلم من العيوب ونتعلم من الميزات ونتعلم من، يعني فالرساله هدفها التعليم. وعلشان كده الرسالة لما هدفها التعليم، قدم هو إن الوعظ بتاعه في التعليم في النقط الفلانية، يعني لازم تعرفه وتقيسه المعلمين الآخرين، تعرفوا مين صح ومين غلط، وتعرفوا إن أنا رسول فتسمعوا كلامي. يعني مش مقدمة بقدر ما هي إني برضه تعليم، دفاع عن نفسه
طب ليه بتدافع يا بولس الرسول عن نفسك؟ لا اصلا انا مش بدافع عن نفسي، انا بدافع عن رسوليتي. طب ليه بتدافع عن رسوليتك؟ لان كلامي ان خدوه من رسول هينفذه، ان خدوه من واحد مش رسول مش هينفذه. انا كرسول لازم كلامي تؤمنوا بيه، فلازم تؤمنوا ان انا رسول علشان كلامي يبقى هو كلام الله، لان ده مش كلامي ده كلام الله. بس تقدروا تأمنوا بيه انه كلام الله ازاي؟ لما تؤمنوا ان انا رسول، فعلشان كده دافع عن رسوليته. وهنا برضو لما برضو بيدافع عن رسوليته وعن صلته بربنا، برضو لما يقول ايه؟ انكم انتوا كلمة الله دي قبلتموها مني، لا ككلمة انسان، يعني مش كواحد بشري بيكلمكم، لا بل كما هي بالحقيقة كلمة ككلمة الله. يبقى تاخدوها باعتبارها كلمة الله لأن هذه هي الحقيقة التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. نقطة بعد كده بيتكلم عن ضيقات من أجل الله. فإنكم أيها الإخوة صرتم متمثلين بكنائسنا، يعني أنتم يا تسالونيكيين، تسالونيكي دي أمم مش يهود، دول إيه؟ أمم. يعني أمم كانوا وثنيين، خدتوا بالكم؟ بس قال لهم انتم يا تسالونيكيين بقيتوا شبه متشبهين بكنيسه الله اللي في اليهود. ليه؟ شايف؟ صرتم متمثلين بكنائس الله التي هي في اليهوديه في المسيح يسوع. ليه؟ علشان دول اضطهدوهم اهلهم، وهنا برضو في اضطهاد، برضو من اهلكم بيضطهدونا، من الناس نفسها بتاع تسالونيكي بيضطهدوا المؤمنين بالمسيح، سواء بيضطهدوا الرسول ويشككوا في رسوليته، أو يضطهدوا المسيحيين التابعين للرسول. لأنكم تألمتم أنتم أيضا من أهل عشيرتكم. يعني في اليهودية اليهود اضطهدوا المسيح، ودول أهل عشيرته، يعني المسيح يهودي أصلا، واضطهدوا بولس الرسول، وبولس الرسول أصلا يهودي، وهم اضطهدوه. خدتوا بالكم؟ فزي ما اضطهدت انا واضطهد المسيح قبلي من عشيرته، هكذا انتم برضو بتضطهدوا من عشيرتكم. باين شكلكم زي شكل ايه؟ مشكلتكم زي مشكلة ايه؟ اليهود. تلك الالام عينها، تلك الالام عينها، يعني نفس الالام اللي مرينا بيها في اليهودية مريتوا انتم بها يدها. كما هم ايضا من اليهود الذين قتلوا الرب يسوع، ما هم دول اضطهدوا، هو اليهود هم اللي قتلوا المسيح اليهودي وانبياءهم، واضطهدونا نحن، يعني هم اضطهدوا اليهود، اضطهدوا المسيح، اضطهدوا الانبياء اليهود، واضطهدوا الرسل اليهود برضه، واضطهدونا نحن اللي هو الرسل، وهم غير مرضين لله واضداد لجميع الناس، يمنعونا عن ان نكلم الامم لكي يخلصوا. يعني ايه؟ مصل انتوا واخدين بالكم؟ ايوه، من هم اصل؟ خدوا بالك، هم ليه بيضطهدوا الرسل؟ ليه بيضطهدوا؟ علشان يعني هم اضطهدوا المسيح في مرات علشان اتكلم مع المراه الكنعانيه، اضطهدوا المسيح علشان اتكلم عن ان الامميين يدخلوا الى الايمان، اضطهدوا ماري بولس الرسول علشان مش زي بطرس الرسول بيكلم اليهود، لا علشان جاء عمل ايه؟ يبشر الوثنيين، يبشر الامم جنب ما بيبشر اليهود. بطرس الرسول علشان يهرب من الاضطهاد، فاكرين انتوا عمل ايه؟ اول ما جم ناس من عند يعقوب الرسول، ده في سفر الاعمال، اول ما جه ناس راح هو بقى ايه؟ ادارى وعمل نفسه يهودي، وعمل نفسه ان هو تبع الختان وتبع الحاجات دي. وعلشان كده بولس الرسول قال ايه؟ وبخته مجاهرة لانه كان ملوما. ماري بولس وبخ بطرس الرسول علشان بطرس الرسول كان بيراضي مين؟ اليهود. لكن بولس الرسول منتهى الجراءة، بيتكلم بمجاهرة الوثنيين اهلا بهم في الايمان المسيحي. طيب، يمنعوننا ان نكلم الامم لكي يخلصوا، يعني مش عايزين الامم يخلصوا، عايزين المسيح يبقى ليهم هم بس. لكن اذا كان المسيح هيبقى لليهود يبقى مش عايزين المسيح.
هذه فكرة اليهود. اليهود عايزين المسيح ليهم هم، تبقى مسيح يهودي لليهود، تعمل مملكة يهودية على الأرض وتخلصنا من الرومان واستعمارهم على الأرض، أهلا بك يا مسيح. لا، أنت عايز تسيبنا من تسيبك فكرة الأرض وفكرة اليهود وفكرة الاستعمار، وتسيب الكلام ده وتدخل في الإيمان الإلهي إن كل الناس يهود وأمم يؤمنوا بالمسيح ويطلبوا مملكة سماوية لا مملكة أرضية. لا 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 لا، أنت كنت هتعمل كده يبقى احنا مش عايزين. يمنعوننا أن نكلم الأمم لكي يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم كل حين، ولكن قد أدركهم الغضب إلى النهاية. يعني لما هم يمشين بالطريقة دي ربنا هيغضب عليهم إلى النهاية. ماري بولس الرسول برضو في هذا الأصحاح بيبين اشتياقاته للشعب بتاعه بسرعة كده. أما نحن أيها الإخوة فإسقد فقدناكم زمان ساعة، يعني مدة بالوجه لا بالقلب، يعني أنا ليا مدة ما شفتكمش، لكن مش شفتكمش بالوجه، لكن قلبي معاكم لا بالقلب. اجتهدنا أكثر باشتهاء كثير أن نرى وجوهكم، يعني أنا بشتهي أن أراكم. لذلك أردنا أن نأتي إليكم أنا بولس مرة ومرتين، وإنما عاقنا الشيطان. الشيطان ممكن يعوق الخدام، ممكن يعوق الرسول في انه يروح لبلد معينة، يعمل له مشكلة في الكنيسة دي، فينشغل في حل المشكلة اللي في الكنيسة دي وما يقدرش يروح للكنيسة التانية وهكذا. يعني الشيطان بيعطل، بيعطل، ما نقدرش نقول ما بيعطلش، لأن من هو رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا. هنختم، يبقى إيه بقى الخاتمة؟ المجيء الثاني. يقول إيه؟ أم لستم أنتم أيضا أمام ربنا يسوع المسيح؟ يعني مين إحنا هنفتخر بمين؟ مش هنفتخر بكم أنتم؟ نفتخر بكم أنتم أمام المسيح إمتى؟ في مجيئه، لأنكم أنتم مجدنا وفرحنا. شايفين بقى، لو 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 رجال الدين زي بولس الرسول كان عرفوا كسبوا الناس ولا ما عرفوش؟ مش كده؟ مش احنا الحقيقه بيني وبينكم احنا وحشين جدا، لاننا مش عارفين نبقى زي بولس الرسول حقيقي. يعني لو 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 كل الاسس بقيوا زي ماري بولس الرسول كده بالقنوه بتاعه. لذلك إذ لم نحتمل أيضا استحسننا أن نترك في أسينا وحدنا. هذا الأصحاح الثالث فيه ثلاث نقط، ثلاث أقسام. أول قسم هو في الجهاد والنعمة، هاخده بسرعة شوية. شوف يقول إيه، وحدنا فأرسلنا تيمساوس أخانا. يعني أنا بعت لكم مين؟ أنا لما ما قدرتش أجيلكم بعت لكم مين؟ القديس تيمساوس، وده رسول وخادم الله والعامل معنا. شايف برضو لما بيبعت القديس تيمساوس عماله برضو يعمل ايه؟ يمدحه برضو، يقول ايه؟ اخانا وخادم الله والعامل معنا في انجيل المسيح حتى يثبتكم. ازاي يثبتكم دي؟ طيب، ويعظكم لأجل إيمانكم. طيب، يثبتكم. يبقى مين اللي هيثبتهم؟ مين؟ القديسة؟ طيب، دي النقطة الأولى. خد بقى نقطة تانية، آخر آية في الأصحاح اللي هو أصحاح 3 عدد 13 يقول إيه؟ لكي يثبت قلوبكم. لكي يثبت قلوبكم. مين ده اللي لكي يثبت قلوبكم؟ بلا لوم في القداسة. مين ده؟ ربنا. يبقى مرة قال إن اللي بيثبت قلوبكم ربنا، ومرة قال إن اللي بيثبتكم مين؟ تيمساوس. هذا هو الجهاد والنعمة. خدتوا بالكم؟ يبقى كيف يثبت الإنسان في الله؟ باتنين، بجهاد القديس تيمساوس اللي هيوعظ لكم ويعلمكم ويثبتكم،
وبنعمة ربنا اللي هتثبت قلوبنا. خدتوا بالكم؟ اذا الجهاد والنعمة يعملان ايه معا. النقطة الثانية اللي هي ايه؟ الايمان والاعمال، عدد 6. واما الان فاذ جاء الينا تيمساوس من عندكم، يعني القديس تيمساوس جه من عندكم، وبشرنا، بشرنا يعني قال لنا خبر مفرح، وبشرنا بإيمانكم ومحبتكم. يعني تيمساوس جه قال لنا عنكم وأفرح قلبي عن لما أتكلم عنكم. طب لما أتكلم عنكم وصفكم بإيه؟ بإيمانكم ومحبتكم. الإيمان إيمان، طب المحبة إيه؟ يا خسارتكم، المحبة إيه رأيكم فيها؟ أقدر أحط كلمة بدالها، إيه هي؟ أعمال. يعني إيه المحبة أعمال؟ أنا أوريكم يعني إيه المحبة أعمال. لما أحب الفقير أعمل له إيه؟ لما أحب الإنسان أكلمه بصدق، لما أحب الناس ما أدينهمش، دي كلها دي أعمال ولا مش أعمال؟ لما أحب الله أصلي، الصلاة أعمال ولا مش أعمال؟ لما أحب أغلب الخطية أصوم، يبقى دي أعمال ولا مش أعمال؟ إذن المحبة هي ثمار الإيمان، والمحبة هي الأعمال. خدت بالك؟ أي عمل تلقاه محبة. هاتيله كده أي عمل. يعني واحد ما بيشتمش، يعني ايه ما بيشتمش؟ يعني يحب الناس فما يشتمهمش. واحد ما بيكذبش، يعني بما يحب الناس فما يكذبش عليهم. واحد ما يسرقش، يعني يحب الناس فما يسرقهمش. انا لما احبك اسرقك؟ لا. لما احبك اشتمك؟ لا. اذا لما احبك، طب لما احبك اعمل معاك خير؟ لما احبك اسلفك فلوس لما انت تكون محتاج؟ لما احبك ادي لك عطاء معين لما انت تكون عايزه؟ ادي لما احب. فالحب هو اعمال. علشان كده لما نقول بايمانكم ومحبتكم تبقى ايمان وايه؟ واعمال. وبان عندكم ذكر لنا حسنا كل حين وانتم مشتاقون ان ترونا، يعني قال لهم انا مشتاق اشوفكم وانتم مشتاقون ان ترونا. برضو ماري بولس الرسول قائد سيكولوجي. يعني ايه قائد سيكولوجي؟ يعني قائد يصح العواطف اللي في الناس. يعني من ممكن الناس يبقوا باردين ومش واخدين بالهم ان هم يشتاقوا على الرسول ولا بيحبوه ولا حاجه، فهو يصحي لهم عواطفهم الضعيفه دي، يصحي اشواقهم. وعشان كده يقول ايه؟ وانتم مشتاقون ان ترونا. اول ما انا اسمع الكلمه دي ان بولس الرسول بيقول لي وانت كمان مشتاق لي، اسال نفسي ايه ده؟ انا مشتاق له ولا مش مشتاق له؟ ده انا تريني وحش. لا لا لا، بقى هو مشتاق لي وانا مش مشتاق له. لا لا لا، ده انا مشتاق لك فعلا يا بولس الرسول. فهو بيصحي، بيلقص العواطف اللي جوايا. عايزكم ما تقولوش ان الخادمه الفلانيه يعني ما فيهاش محبه وما بتحبنيش وما ما فيش علاقات طيبه بينا وما بين بعض احنا الخادمات مع بعض ولا كده. ما فيش، لان ما فيش ولا واحد بولس الرسول. لان لو بولس الرسول هيحب جامد ويخلي الناس تحبه جامد ويصحي، طب دي ما بتحبناش، طب ما بتحبناش، نصحي لها قلبها، نصحي لها اشواقها. يعني ايه نصحي لها اشواقها؟ يعني نتكلم عنها كلام حلو. يعني انا دلوقتي لما يبقى معايا واحد واقول فلان ده بيحبني جدا وبيخدمني جدا، اللي جنبي ده اللي انا بقول بيحبني جدا وبيخدمني جدا وبيحبكم خالص، والحقيقه كان جاي معايا علشان هو بيتمنى خدمتكم، انا لما اقول الكلام ده صحيت جواه ايه؟ صحيت جواه الكلام ده كله، مش كده؟ عايزه تصحي جوه حد حاجه فضيله، امدحي الحد ده بالفضيله اللي انت عايزه تصحيها جواه امام الناس. نحن يا اخوتي مطلوب مننا اننا نحب ونصحي حب الناس لينا ولغيرنا. فلان ما بيحبنيش، يبقى العيب مش منه، العيب منك انت برضه. ليه العيب منك انت؟
ده هو اللي مش بيحبني. اه لانك انت طب حبه محبه كبيره يحبك، طب امدحه بان هو بيحبك يبتدي يصحى ويحبك. فمن اجل خد كما نحن ايضا وانتم مشتاقون ان ترونا كما نحن ايضا ان نراكم، يعني انتم مشتاقين لنا واحنا مشتاقين لكم. فمن اجل هذا تعزيتنا ايها الاخوه من جهتكم في ضيقتنا وضرورتنا بايمانكم، لاننا الان نعيش، لاننا الان نعيش ان ثبتتم انتم في الرب. ايه الروعه دي؟ يعني انت ان عشت مع ربنا انا عيش، وان انت بعدت عن ربنا ده الموت بالنسبه لي. لما واحد يقول كده تعملي ايه انت؟ يعني انت حينما تقربي من ربنا دي ابقى انا كده ابقى عشت، وانت لما تبعدي عن ربنا ابقى انا مت. في حد يقدر بعد كده ما يحبش؟ في حد يقدر بعد كده ما يعيش مع ربنا؟ يا سلام، عايزكم تقروا كلام بولس الرسول 3 مرات قبل الاكل يوميا. عايزكم تقروا اول ما تروحوا تقروا رساله بولس تيموثاوس تسالونيك الاولى والثانيه، تقروها قبل العشاء وتقروها تاني بعد العشاء وتقروها بكره وتقروهم بعده وتقروهم بعده لغايه الاسبوع الجاي تكونوا قريتوها 7 مرات على الاقل. قريتوهم ايه؟ 7 مرات حتى تتحول الكلمات الى حياه فيكم، حتى تدخل الكلمات الى اعضائكم الى دمكم. طيب، لان اي شكر نستطيع ان نعود الى الله من جهتكم عن كل الفرح الذي نفرح به من اجلكم قدام الهنا. يعني يقول ايه؟ انا لما شايفكم وسمعت عنكم انكم كويسين وسمعت عنكم انكم بقيتوا قربتوا من ربنا، انا مش عارف اكافئ ربنا بايه. كما لو كان بولس الرسول، كما لو كان هو عايل هم الناس اكتر من ربنا، كما لو كان بيحب خلاص الناس اكتر من ربنا، كما لو كان هو راعي لاهل تسالونيكي اكتر من ربنا. شوف يقول ايه؟ اي شكر نستطيع ان نعوض الى الله. يعني انا يا رب عايز اعوضك، يعني اشكرك قد ايه علشان اعوضك خدمتك لتسالونيكي؟ خدمتي لتسالونيكي ده التسالونيكيين دول ولاد انا اللي خلقتهم. انت اطلع انت يا بولس الرسول. لا يا رب، ما انا بحبهم زيك بالضبط، دول دمي، دول حياتي، دول لو ما عاشوش معاك انا ما عيش اموت. شايفين مالي بولس الرسول يتقاسم مع الله محبه الرعيه، يتقاسم مع الله محبة الرعية. هذا هو الخادم، هذا هو الكاهن، هذا هو الأسقف، هذا هو البطريرك. لا خدمة بدون هذا الحب العميق. عدد 10، طالبين ليلا ونهارا أن نرى وجوهكم. إذا شايفين الكلام؟ طالبين ليلا ونهارا اوفر طلب. ايه ده كله ده؟ ان نرى وجوهكم. في اشواق اكتر من كده؟ في واحد في الدنيا عمال يقول لبنت انا بحبك وبيعشقها يعرف يقول اكتر من كده؟ في زوج بيحب مراته كده؟ في راعي بيحب رعيته كده؟ أمام ماري بولس الرسول كلنا نضع رؤوسنا في التراب أمام قدميه، لأنه راعي لا مثيل له إلا المسيح الذي خلقه. فيش غير المسيح اللي هو ممكن يبقى أكتر منه، لكن في زيه تاني؟ لا أعلم. شوف يقول ايه؟ ونكمل نقائص
ايمانكم. يعني انا بحبكم المحبه دي كلها، اوعوا تفتكروا ان دي محبه جسديه، لا، ده حب واشواق من الاعماق، لكنها محبه روحيه علشان اكمل نقائص ايمانكم. يعني اشوف انتوا ايه اللي ناقص فيكم واكمله لكم، ايه الفضيله اللي مش فيكم علشان اعلمها لكم، لاكمل نقائص ايمانكم. ايه اللي انتوا محتاجينه لالا تكونوا بتؤمنوا بلاهوت المسيح وبتؤمنوا بسر التناول وبتؤمنوا كده ولكن ما بتؤمنوش بالشفاعه؟ انا ساكمل نقائص ايمانكم. ايه النقطه الناقصه في ايمانكم علشان اكملها لكم؟ نكمل نقائص ايمانكم. والله نفسه، خد الآية الصعبة دي، والصعبة ورائعة، شوف يقول ايه، والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح. بقيوا اتنين أهو، لا ما بقيوش اتنين. هل الجملة دي تشرح وحدانية الآب والابن؟ طب ليه؟ لا، ما هو والله نفسه أبونا، الله نفسه أبونا و ربنا يسوع المسيح. شوف أقول لكم كلمة مهمة ما حدش منتبه لها، إيه هي؟ ممكن نقول زي صفتين كده؟ نعم، زي صفتين كده. أي ما زي برضه رشم الصليب، لكن خدوا بالكم هنا في نقطة أساسية. لو كانوا دول اتنين كان يقول الكلمة اللي بعد كده يهديان. شايف؟ لما نقول ان والله في عدد كام؟ والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح، لو كان دول اتنين كان يقول ايه؟ يهديان طريقنا إليه. لكن هو قال ايه؟ يهدي طريقه. يعني الاثنين دول واحد ويهدي، زي خدوا بالكم ايه؟ باسم الاب والابن والروح القدس، باسم مش باسماء، باسم الاب والابن والروح القدس. خدتوا بالكم؟ لو كانوا ثلاثه كان قلنا ايه؟ باسماء الاب والابن، لكن باسم الاب. طيب، يبقى كلمة يهدي هي اللي فيها فكرة وحدانية الآب والابن، يهدي. والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض، ده النمو. كما نحن أيضا، يعني إيه كما نحن أيضا؟ يعني ينميكم في المحبة زي ما أنا برضو بعمل إيه؟ كما نحن، احنا الرسل الثلاثه اللي ذكر اسمائهم، كما نحن ننمو في الايه؟ في المحبه. يعني انتوا تنموا في المحبه زي ما احنا ننمو في المحبه. علشان كده برضو بولس الرسول قدم نفسه ايه؟ من عمل وايه؟ وعلم. يعني هو عمل في الاول ان احنا برضو بن ايه؟ بننمو في المحبه، وانتم ايضا تنمون في المحبه. لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبينا. هيختم بقى الأصحاح الثالث، ولما يختموا يختموا إزاي؟ المجيء الثاني، في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسين. في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع، خد بالك إن المجيء الثاني هنا كل شوية بيقول حتة جديدة فيه. يعني هنا قال إن مجيء المسيح مش في السماء بس، لا، ده مجيء مع المسيح في السماء ومع ايه؟ قديسين. ونحن نتناقض.